مبوظه كده ليه؟ مفيش. مش المفروض ابدا ان السكرتيره تبوظ وش المدير بتاعها. اهم حاجه بيحتاجها رجل اعمال ناجح ابتسامه حلوه من سكرتيرته. تكشيره زي دي ممكن تعطل الانفتاح كله. اسفه. المفروض انك تبتسمي على طول كده من غير سبب. ابقى هابله. ودي قسم الحسابات واطلبي لي ملف عمليه الكويت. حاضر. وما تنسيش الابتسامه. يعني شايفاكي مبسوطة. الظاهر انه مش وحش زي ما كنت فاهمة. لا ولسه. وما انت شفتي حاجة. الاسانسير عطلان يا بيه. يوه. مفيش غير السلم. كلية الآداب مش كده؟ سنة ايه؟ أولى. يعني رايحة تانية؟ احنا دايما كنا بنقول كده. أنا طالب في التجارة. طالب؟ اه. باخد كل سنة في ثلاثة. واديني بقالي في البكالوريوس من سنتين. وهوجع دماغي ليه؟ يعني لما اتخرج هبقى أحسن من كده في ايه؟ الحكاية مش فلوس وبس. أمال ايه كمان؟ ثقافة؟ ليه لأ؟ عن اذنك يا فندم. انتي ساكنه فين؟ في العجوزه. طب اتفضلي وصلي. ميرسي يا فندم. هاخد الاتوبيس. بس ده زحمه قوي. واخد عليه. باي باي. دول التليفونات اللي جم لحضرتك يا فندم. اطلبي لي النمره دي. حاضر يا فندم. على فكره أنا عندي أوامر من خالتي جليلة إني لازم أوصلك كل يوم. ميرسي يا فندم. ميرسي آه ولا ميرسي لأ؟ ميرسي لأ. أنت عايزة ترفديني ولا إيه؟ متعود أتغدى هنا. عايز أعمل إيه؟ إيه رأيك نتغدى سوا؟ ميرسي أوي. ما أقدرش أتغدى برا البيت. يعني هتكسفيني؟ لا ابدا. اتفضل حضرتك خد راحتك وانا هروح. وعلى ايه بقى؟ ليه عملت كده؟ مش عارف. ساعات كتير بعمل كده غصب عني. بحس ان عايز اجري واجري وما بطلش جري ابدا. بس ده جنون. مين عارف، يمكن هروب. توصيله بلوشك زحمه المواصلات. بس تعقدت من العربيات خلاص. بسيطه، نركنها وتهز في اجعص عربيه في الدنيا. هو في اجدع من الموتورينج؟ هي دي اللي مطلعه عيني. ابتسامتي باين عليك رايق. ومرقش ليه؟ ماشي جنب بنت زي القمر. محدش يقدر يقول لي تلت تلاته كام. طالب ماشي مع زميلته. فيها ايه دي بقى؟ طالب. رجعت الكليه وانتظمت تاني خلاص. واديني اهو يا ستي بذاكر من اول السنه عشان انجح واخد البكالوريوس بامتياز، وبعدين اعمل ماجستير والدكتوراه كمان. وانت محتاج لده كله في ايه؟ عشان ألقى نفسي يا ناهد. فاكره لما قلتيلي الفلوس مش كل حاجه؟ تعرفي بعد ما سبت المكتب ابتديت احس بحاجات كتير ناقصاني، حاجات مش عارف اسميها. بلاش اقول الحب لحسن تزعلي، انما اللي اقدر اقوله حسيت اني عاوزه اشوفك، اشوف ابتسامتك الحلوه البريئه
اللي بتقول البنت فيه فوق الدنيا كلها. ايه رايك عزمك على غدوه تلاميذي؟ سميت وبيض ودقه. سميت شخ. بسم الله. ماليش نف. طب يا رب تعدميني المكان عشان يبقى عيش وملح. ناحي، ممكن اقول لك حاجه؟ بس من غير نرفزه ولا تجويزه. خلاص امان؟ انا عارف اني كنت سخيف معاكي ومع نفسي كمان، لكن بعد ما عرفتك كل حياتي اتغيرت، وبقى كل هدفي في الدنيا حاجه واحده بس، اني استحق. قد ايه انت اتغيرت؟ وقد ايه انت ملاك؟ مش ضروري تجاوبيني دلوقتي، كل اللي عاوزه تعرفيني اكتر. ضروري الحب هيجي لوحده؟ ما هو مش ممكن كمان الحب اللي جوايا ده كله هيفضل على طول من طرف واحد. هشام انت انسان طيب، والكلام اللي بتقوله ده يسعد اي بنت، بس انا مش عايز من الدنيا غير بنت واحده. انت يا ناه، على الاقل اديني فرصه. اللي تشوفيه، بس انا واثق من النتيجه. اضحكي بقى، اضحكي بقى لحسن خطا. شفتي بتحبيني وبتسمعي كلامي ازاي؟ كل الحكايه انك بتخليني ما اقدرش احوش نفسي من الضحك. ولا هتقدري ابدا تحوشي الحب. فندم يا بيه، تتغدي ايه؟ لا ميرسي، لازم اتغدى مع ماما في البيت. معلش بقى يا ريس، هروح اتغدى عند حماتي في البيت. امرك. يا سلام، اكل بيتي بصحيح اهو كده، الواحد يطمن على عروسته. طباخه بريمو. طب ايه رايك بقى ان الاكل ده كله شغل ماما لوحدها؟ طب ومال، ما هو البنت برضه لامها. وحدوه. لا اله الا الله. صلوا بينا على حضره المصطفى. اللهم صل عليه. مش عارف ابتدي الكلام ازاي، لكن الاحسن في الحالات دي نجيب من الاخر. بقى يا ستي وباختصار هسال حضرتك سؤال، المفروض تجاوب اه او لا، كويس؟ كويس. مع مراعاه ان كلمه لا ممنوعه تماما. نقول بقى السؤال، انا عايز اتجوز البنت اللي زي القمر دي. قلتي ايه؟ بس يا استاذ هشام الحاجات دي ما فيهاش هزار. وحياتك يا احلى حما في الدنيا، عيشتنا دي كلها هزار في هزار. الا الحاجات دي لازم تكون جد. واحنا بتوع الجد، نكتب الكتاب الليله، اظن مفيش جد بعد كده بقى. الليله ازاي يا ابني؟ هو مش في اصول؟ واحنا تحت امر الاصول. طلباتك؟ المفروض اهلك لازم يحضروا. وماله؟ نبعت لهم تلغراف على البلد يجوا في اول قطر. وخالتك طبعا. سيبك من حكايه خالتي دلوقتي. المهم موافقة حضرتك. الأهم موافقة ناهي. صباح الخير. صباح الخير، اتفضل يا ابني. اتفضلي. ايه دول؟ من النهارده هقعد معاكم هنا. خديهم مهر، شبكة، أي حاجة. قبل ما تكتب الكتاب؟ يا ست يا بات ليلة ولا اتنين في اللوكاندا لغاية لما أبويا وأمي يجوا. ونعمل فرح ليعجبك. اللي تشوفه يا ابني. عن اذنك، الحق الكليه ونرجع انا وناهد نتغدى سوا. مع الف سلام. انتي؟ اهلا ست جليله، اتفضلي. خطوه عزيزه، اهلا وسهلا. اتفضلي، اهلا وسهلا. خطوه عزيزه. ولع. مش كنا دايما بنعمل كده في المؤسسة يا وزة؟ انت عايزة ايه بالظبط؟ بقى ده اصول برضو يا وزة، تخطفوا الواد من ورايا؟ نخطفه؟ عيب، ده انت بنت كارو عارفة. وحياتك انا قلت له لازم اهلك يحضروا، واولهم انت، ولا يمكن كنت همشي حاجة من غيرك. اولا هشام مش ابن اختي، ولا انا خالته. هشام يا وزة اخدته من الشارع تلميذ تعبان ما حلتوش اللضا، واديته كل حاجة، فلوس ومركز وشقة وعربية. وقبل كل ده
حبي. ده ما كانش حب يا جليله، ده كان بيع وشراء بس. يلا يا واد قدامي بلاش لعب عيال. وانا مش منقول من هنا يا جليله. ما تقدرش يا روح جليله، ارجعك شحات تاني. اذا كان على الشقه والعربيه اتفضلي، مش عايز منك اي حاجه. على ايه ده كله يا واد؟ على حته بنت مفعوصه؟ طول عمرك مجرمه ومنحطه. منحطه فين يا اختي؟ في المؤسسه اللي هي كان اسمها مؤسسه ايه يا وزه؟ سافله. طول عمري غداره، كنت فاكراكي اتغيرتي، لكن اللي زيك عمره ما يتغير. يبقى اقول لك انا بقى يا هشام اسم المؤسسه. كباريه الليل واخره، مش كده؟ يعني عارف. من بدري، تريحتي بقى؟ ودلوقتي اتفضلي من هنا. انت بتطردني يا هشام؟ حاضر، انا ماشيه. بس عارف انا رايحه فين؟ الجامعه، اقابل المحروسه واقول لها على اسم المؤسسه بتاعت مامتها. تعالي هنا، انت عايزه تقتليها يا مجرمه؟ لو فتحتي بقك بكلمه واحده على راسك ازاي؟ اللي تغلبه لعبه. وماله يا جليله؟ نلعب سوا ملعوب الصراحه، روحي قولي انها زي ما انت عايزه، بس انا كمان معايا كارت، مش ممكن هتقدري تقفي قصادي. فرحات بيه، الراجل الكبير، المهم قوي. لو عرف اطمن، فرحات دي في ايدي زي الخاتم، العب غيرها. لا هي برضه. فكري كده شويه. لو وصل للجرايد حكايه مراته، خريجه المؤسسه اياها، وكمان الفلوس اللي متهربه بره، ورقم حسابه في بنوك سويسرا، ومكتب الاستيراد والتصدير اللي باسمك، وحاجات كتير في ايدي. مش بس تطلعكوا على الحديده، دي تحط الحديد في ايديكوا كمان. انت تكسب. افتكر دول ما عادوش يلزموك. طول ما في الدنيا ناس محرومين، دايما حلقه اللي يبيع نفسه. يا الله. ناهد مالهاش ذنب في اللي حصل يا هشام، انا اللي. ولا انت ليكي ذنب. ناهد نورت لي حياتي، خلتني اعرف ان الانسان ممكن يغلط، لكن المهم انه ما يستمرش في الغلط. احنا الاتنين جربنا الغلط وسبناه، عشان كده ناهد مش لازم تعرف ابدا اي حاجه عنه. مين عارف؟ لو عرفت ممكن يحصل لها ايه؟ اطمني، احنا الاتنين هنفضل في نظرها اعظم ام واحسن زوج. هشام ما تقوليش ولا كلمه. المهم دلوقتي تغسلي وشك وتغيري هدومك قبل ما نانا تيجي. عايزه تشوف امها زي ما شافتها طول عمرها، انضف واطهر ست في الدنيا. ابتسامتك نور حياتي، ما تحرمينيش منها.